معنا الآن من برشلونة الصحفي زياد حيدر، نرحب به في العالم هذا المساء. ومعنا من روما البروفيسور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء العرب في إيطاليا. ومعنا من القاهرة الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة. أرحب بكم جميعا في العالم هذا المساء. وسأبدأ معك في الواقع من القاهرة الدكتور إسلام عنان، لأنه أريد أن أعرف يعني مسألة العالم الأول والعالم الثالث هذه، يعني طبعا يعني تعبيرات لا يوافق عليها كثيرون، ولكن فقط لتوضيح الصورة. الصورة قاتمة للغاية في بلدان أوروبية وفي أمريكا، على العكس في مناطق أقل نموا لنقل. هل هناك تفسير طبي لهذا؟ مساء الخير عليك أستاذ نوران والضيوف والمشاهدين. الفيروس كورونا فضح الأنظمة الصحية على مستوى العالم، ما فرقش ما بين العالم الأول والثالث، سواء كان بنتكلم على أكتر مخصص طبي أو كان موجود للصحة زي امريكا 18% من الجروس دوميستيك برودكت الناتج القومي المحلي، او اوروبا اللي هي تقريبا في حدود 12-13%، او في العالم الثالث احنا لو اطلقنا عليه العالم الثالث في حدود 3% او 4%. كل الانظمه الصحيه دي ما كانتش مستعده لان يحصل هجمه على المستشفيات فجاه بمحتاجين سرير رعايه مركزه او اجهزه تنفس صناعي. هي متهيألي المشكله الكبرى مش في عدد المصابين داخل المستشفيات، على فكرة عدد المصابين في اليوم الواحد. يعني لو كان المصابين متفرقين على سنة، لأن هو كوفيد 19 عموما في وفياته يماثل أمراض أخرى، ولكن بتبقى متفرقة على مدار سنة. ما بيحصلش إن في يوم واحد محتاجين 700 سرير في يوم في بلد، وكل يوم 700 سرير، كل يوم 70 سرير رعاية مركزة. الضغط على الأنظمة الصحية يوميا في فترة قصيرة هو ده اللي بيخلي ما فيش نظام صحي، مهما كان نظام صحي ده ناجح، ان هو يعرف يفي باحتياجات وتقديم خدمة طبية لكل هذا العدد مرة واحدة. ما فيش كمان أطقم طبية، ما فيش دكاترة كافيين. لو كلمنا طبعا في العالم الأول مثلا، في ميزة في العالم الثالث أو دول حتى لو قلنا أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ان عدد الدكاترة والتمريض عالي بالنسبه لعدد السكان لو قارناهم بكندا، لو قارناهم بامريكا، لو قارناهم بانجلترا او ايطاليا او دول اوروبا. فاحنا عندنا عدد تقريبا واحد لكل 100,000 مواطن، دكتور لكل 100,000 مواطن، وده ممكن يبقى اقل منه في اوروبا. فبالتالي احنا لو جينا نقارن، احنا محتاجين نقارن في كام موارد، الريسورسز عامله ازاي، من حيث الاموال اللي هنقول مش فارقه كتير، من حيث عدد الدكاتره والتمريض العالم الثالث اوقات بيبقى مميز في الموضوع ده، عندنا عدد دكاتره اكتر، من حيث التكنولوجيا العالم الاول متقدم، فبالتالي ممكن يكونوا بيلحقوا البيشنتس اسرع، بس ما فيش سراير كافيه. بتهيألي هي المشكله يعني هي كلها. هي مساله كما تفضلت بالفعل، فكره نسبه الحالات يعني الى عدد السكان. وهنا ساتحول اليك دكتور بهجت عكروش، لانه نفس السؤال ينطبق على دوله كسوريا مثلا. هل بالفعل انه لو وصلنا لنفس النسبه او نفس الارقام التي نتحدث عنها اوروبا في دوله كسوريا او الدول في المنطقه العربيه، ستكون الامور والصوره اسوأ كثيرا مما نشهده في أوروبا حاليا؟ بهجت عكروش، دكتور بهجت هل تسمعني؟ طيب، يبدو أنه لا يمكن توجيه سؤال لبهجت عكروش حاليا. بروفيسور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء العرب في إيطاليا من روما، تجاوزنا عتبة 100,000 وفاة، وطبعا نتحدث عن 1.1 مليون في الإصابات. يعني ما تقييمك لسير نطاق الإصابات والوفيات حاليا؟ حاليا مساء الخير للجميع. حاليا من ناحية طبية وعلمية وإعلامية لازم نحلل الإحصائيات. في أول شيء اللي بتوفوا دولة بتختلف عن دولة، أوروبا أمريكا تختلف عن الدول العربية، لأنه نسبة اللي بتوفوا أغلبهم 85% مسنين وعندهم أمراض مسنين. في الوسط العربي وفي أفريقيا نسبة الشباب أعلى، نسبة المسنين أقل،
وفيش عندنا مسنين اللي عمرهم أزيد من 80 أو 85، قليل. هذا واحد. ثانيا إحنا اليوم نتطلع على نسبة اللي بتعافوا واللي بتشافوا واللي بخرجوا من البيت. في آخر 3 أسابيع نجحت إيطاليا وخصوصا في الوسط في روما والجنوب معالجة الأغلبية في البيوت. 61,000 شخص عنا بنعالجهم في البيوت، عكس ما جرى في الأول في روما في ميلانو ولومبارديا. من الخوف ذهبوا الجميع إلى المستشفيات وسبب زيادة الانتشار. عنا الرقم الثاني مهم اللي يخرجون من غرف الإنعاش، عنا الرقم الثالث الذين يخرجون من المستشفى، وهذه أرقام سببها الأدوية المفيدة اللي بنستعملها. وتقريبا من كل العالم يتصلون فينا عشان يسمعوا الأسلوب إيطاليا خصوصا لعدد اللي بتعافوا وبتشافوا في يعني هذه نظرة إيجابية دكتور عودة، لربما لا تصلنا نحن في الخارج الإيطالي، بالعكس يصلنا ربما الصورة المعاكسة تماما، إنه رغم كل هذه القواعد الصارمة في التباعد الاجتماعي والحظر والتقييدات الحركة في إيطاليا، إلا أن الأرقام لا تزال مفزعة الواردة من هناك. هذا لأنه وزارة الصحة ماخذ في عين الاعتبار أسلوب غير صحيح حسب رأيي لإعلان الإحصائيات. أولا الإحصائيات اللي بتوفوا فيش إثبات طبي أنه متوفوا من كورونا فيروس، يتوفوا مع كورونا فيروس. إحنا عدة مرات طلبنا من وزارة الصحة تعلن زي ما بتسوي في ألمانيا العدد التوفيات تقريبا 2-3%، إيطاليا نسبة التوفيات 12%. كثير اكتشفوا أنه توفى في سقطة قلبية أو أمراض قلب، يعني إيطاليا تحسب بطريقة مختلفة عن غيرها، هذا هو السبب واحد من ناحية واحدة. من ناحية ثانية إحنا بنعتبر كل مصاب عنده أو كل شخص عنا بيجي عنده كورونا فيروس. إيطاليا كان عنده غلط كبير وبندفع الثمن هسه عالي بالأطباء اللي توفوا، بتقريبا 105 أطباء اللي توفوا منهم 9 من أصل أجنبي. وأنا يعني الإحصائيات اللي بالرابطة الطبية الشرقية الأوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي طيب. مع الأطباء العرب يوميا بنشوف الإحصائيات، إيطاليا تختلف عن إحصائيات ألمانيا وإسبانيا لهذه الأسباب. طيب وعلى ذكر إسبانيا سأتحول الآن إلى برشلونة وصحفي زياد حيدر، وأعتذر عن هذا الخطأ قبل قليل. بالنسبة لإسبانيا والنقطة التي تفضل فيها فؤاد عودة في إيطاليا، أيضا سأطرح نفس السؤال عن إسبانيا، لماذا لا نسمع عن أرقام يعني في الاتجاه الإيجابي، عدد من يخرجون من غرف الإنعاش وعدد من يتماثل للشفاء تماما، يعني هل هذه الأرقام تتحسن حاليا في إسبانيا؟ مساء الخير جميعا. في الواقع هذا له يعني هذا السؤال له شقين من الإجابة. يعني أولا وزارة الصحة الإسبانية تعلن كل يوم حوالي 12 ظهرا أو قبل بقليل حصيلة اليوم الذي سبق من ارتفاع نسبة انتشار الوباء، حصيلة الوفيات، حصيلة المتعافين والضغط على وحدات العناية المركزة إلى آخره. الإعلام يركز بشكل أساسي على أعداد الوفيات وعلى نسبة الانتشار، هذا له علاقة بطبيعة عمل الإعلام. يعني نحن نعلم أن الخبر السيء يعني يتم تسويقه أكثر بكثير وبسرعة أكبر من الخبر الجيد، ولكن فعلا كما يقول البروفيسور نسبة المتعافين من الوباء عالية جدا ولا تقارن بنسبة الذين يتوفون. ولكن المشكلة أيضا هي الجانب الثاني من الموضوع، هو أيضا مرتبط بطريقة الحساب وطريقة قياس معدلات الانتشار والنمط أو الباترن الذي تقوم به كل دولة أو على أساسه تحدد نسبة الانتشار، وبالتالي كيف تعالج القضية من هذا اليوم إلى التالي، من هذا الأسبوع إلى التالي. في إسبانيا هناك تركيز على الحالات التي كما في إيطاليا أعتقد كما في ألمانيا على الحالات التي تسجل باعتبارها حالات كورونا فيروس أو
حالات مؤكدة شملها المسح، ولكن الحالات التي لم يشملها المسح ليست موجودة لا في الجداول الإيطالية ولا في الجداول الإسبانية ولا في الجداول الألمانية وربما نعم. وكيف يمكن أن تشمل هذه الأعداد إلا بشكل تقديري ربما تقصد؟ هذا غير ممكن في الوقت الحالي ووسط ذروة الوباء، هذا غير ممكن. ممكن فيما بعد عندما يتم، عندما ترتاح الطواقم الطبية وعندما يمكن للحكومة أن تعد خطة لدراسة هذا الموضوع يمكن أن يحصل ذلك. على سبيل المثال هناك الآن خطة لمسح تقريبا المستوى الرقم الأعلى من الأمة الإسبانية في محاولة تفادي الذروة المقبلة من الوباء التي يمكن أن تحدث في الخريف كما حدث في الإنفلونزا الإسبانية. يجب سيتم على أساسها مسح وفحص كل من يمكن فحصه بالأجهزة المسح والاختبار للبحث عن فيروس كوفيد لتفادي أن تحدث قفزة أخرى في الوفيات. ولكن في ذات الوقت ما يحصل الآن هو أنه يتم مقارنة كل أسبوع بالأسبوع الذي سبقه من العام الماضي. فعلى سبيل المثال الأسبوع هذا الذي سبق نسبة الوفيات فيه مرتفعة بحد كبير جدا عنه في شهر آذار، في شهر عفوا بداية شهر نيسان أبريل العام الماضي، رغم أن أغلبية يعني في محاولة المقارنة بالظروف الطبيعية. نعم. طيب السؤال إسلام عنان، لأنه يعني وبدون أن نبتعد عن الأوبئة كثيرا ونقترب من علم الإحصاء يعني زيادة عن اللزوم، ولكن يعني هذا كلام لافت جدا أنه كل دولة تعتمد نمطا وطريقة حسابية مختلفة، منها ما يندرج تحت الوفيات من جراء الفيروس فقط أو في دول أخرى مع الفيروس كما قال البروفيسور فؤاد عودة. هذا شيء غريب، لماذا لا توحد ربما من خلال منظمة الصحة العالمية وتكون هناك آلية إحصاء معتمدة على مستوى العالم ربما تحدد مركزيا من المنظمة أو غيرها؟ في البداية أشكرك على هذا السؤال. يعني إحنا دايما كنا نتكلم في موضوع ده، وفي علم انتشار الأوبئة أو في الإبيديميولوجي هو أهم حاجة تفسير الداتا. منظمة الصحة العالمية اللي بتطلعه عادة هو داتا أرقام فقط، وبتسيب الانفورميشن اللي هو تحويل او قرايه الداتا دي لكل دوله لوحدها او لكل جهاز اعلامي او وزاره لوحدها. الارقام بتتقري بطرق كتيره جدا. انا ممكن ان انا اقارن عدد الوفيات مثلا بعدد السكان، او اقارنها بتوتال الاصابات مجموع الاصابات كلها، او اقارنها بالاصابات اللي موجوده فقط جوه المستشفيات. كل واحده من دول هتديني نسبه وفيات مختلفه، فبالتالي على حسب الدولة عايزة مثلا تدي جانب إيجابي للصورة أو تدي جانب سلبي، زي ما كان تقال مثلا لو الإعلام عايز يخلي الصورة أوحش. يعني لو بصينا في الشرق الأوسط مثلا إحنا عندنا الأرقام بتاعة الوفيات الحمد لله قليلة، فبرضو من ناحية إحصائية بيطلع الداتا كل يوم. الداتا كل يوم دي لا تصلح إن هي تبقى تقارن يوم بيوم، لأن العينة غير كافية، السامبل سايز بتاعة اليوم ما يتقارنش بيوم تاني، فمحتاجين نجمعها اسبوعيا. هنلاقي ان مفيش حد بيعمل الريبورت مثلا اسبوعيا. في مصر لو خدنا على سبيل المثال زيها زي الجزائر، لو شفنا هنلاقي ان الاصابات مثلا كان 20 وفاه، سوري من الاصابات كان في 20 وفاه في اسبوع، الاسبوع اللي بعديه بقوا في حدود حاجه و60 وفاه، فاحنا بنتكلم في 300% زياده. ده الرقم اللي هيبقى مهم ان احنا نقارن بيه. كده كده الاصابات رقم مش مهم، لان احنا عمرنا ما هنعرف الرقم الحقيقي للاصابات. ولو شفنا الكيرف هنلاقي ان الدول كل ما بتكتر عدد التست، كل ما التحاليل والبي سي ار، كل ما تزيد الاصابات. اسبانيا حاليا عندها اكتر عدد اصابات، لو بكره ايطاليا عملت 100,000 تست جديد هتبقى ايطاليا هي رقم واحد، لو اسبانيا عملت 200 وهكذا، لو امريكا قللت عدد الكشف هتنزل تاني في عدد الاصابات. يعني هذا شيء مثير للذعر قليلا دكتور، يعني كلما فحصنا كلما اكتشفنا اصابات جديده الى ما لا نهايه، يعني ام ماذا؟ حاليا لو بصينا على الكيرف بتاع عدد الاصابات مع عدد الكشف هتلاقي ان الكيرف عامل خط مستقيم linear correlation، كل ما تزيد التحاليل كل ما تزيد عدد الاصابه، لان عموما وزي ما تفضل الدكاتره ان 80% من الاصابات هي اصابات مايلد. طيب فكل ما هزود فحوصات هتجيب حالات هي ممكن ما تبقاش مستدعيه مستشفى. لو انا خليت البي سي ار فقط او التحليل فقط للناس اللي جوه المستشفيات انا كده بجيب اللي بيسموها السيفير كيسز فقط،
واحسب منها الوفيات، نعم، تطلع نسب مختلفة تماما. طيب زياد حيدر، يعني مع كل هذا الإجراءات مستمرة، هذا الإطباق الكامل على حركة الناس في إسبانيا مددة يتوقع لآخر الشهر لربما سيكون، ما مدى الالتزام من الإنسان العادي الآن في إسبانيا في مختلف المناطق، نتحدث عن مدن وعن قرى وبعض المتغيرات الآن وقد طال أمد هذه التقييدات؟ الالتزام في الواقع مرتفع، رغم انه طبعا هناك حالات وهناك يعني حتى ضبوط شرطه لغير الملتزمين، ولكن بشكل عام الالتزام كبير. من يفكر في فك الالتزام الان هو وجهتي نظر داخل الحكومه، يعني هناك وجهه نظر داخل الحكومه تريد ان تسرع بفك الحظر على اعتبار ان الاقتصاد متوقف ومشلول، وهناك طبعا وجهه نظر اخرى هي الجانب الصحي، والعلميين يتحدثون عن ضرورة أن يستمر هذا الحجر حتى بداية أيار مايو وربما لنهاية الثلث الأول من شهر مايو أيار. ولكن بشكل عام ستقوم الحكومة بالتفكيك بالتخفيف التدريجي في الأسبوع المقبل، خاصة لأعمال المصانع الكبرى، وذلك مع ولكن مع اشتراط أن يتم احترام كما قالت الركائز الأساسية في موضوع محاولة منع الانتشار، وهو التباعد الاجتماعي ومراعاة النظافة إلى الحد الأقصى وغسيل الأيدي بوتيرة معينة. ولكن كما قلت هناك رغبة، هناك جانب من الحكومة يريد أن يسرع إلى حد ما بعودة عجلة الحياة ولا سيما الاقتصادية، على اعتبار أن إسبانيا كما تعلمين أكيد تعاني من مشاكل اقتصادية في الوقت الحالي. يعني وفي أي مجتمع هذا البعد الاقتصادي هو الذي يقض مضجع من هم في دوائر صنع القرار، ولكن فؤاد عودة من وجهة نظر طبية بحتة وبمعزل عن أي اعتبارات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، هل يجب يعني ما الذي يجب أن نفعله لاتقاء شر هذا الفيروس حاليا؟ لو كانت الأمور كلها ميسرة، هل كطبيب توصي بأن نظل نعمل أو نعيش يعني تحت مظلة هذه التقييدات حتى الصيف المقبل، حتى الخريف المقبل، حتى نهاية العام، ما رأيك؟ هسه حاليا دولة بتختلف عن دولة، ليش؟ لأنه كل دولة أخذت الإجراءات متأخرة تقريبا، وبعدين بتعلق وين تدخل الحجر الصحي والمنطقة الحمراء. إيطاليا أول دولة في أوروبا دخلت في المنطقة الحمراء وصارت منطقة حمراء، واليوم رئيس الوزراء قبل 10 دقائق أعلن أنه نستمر لثلاثة خمسة في إيطاليا موجودين في الحجر الصحي. إحنا متوقعين في إيطاليا لا 16 حسب البحوث اللي عملناها في الجامعة 15 16 5 انه يغدى صفر اصابات، بس عدد الاصابات هذا لا يعني انه الوضع مطمئن الواحد، ولا لما نفتح ودرجه درجه الناس يبدوا يخرجوا، لا لابد انه نستمر في طريقه المحافظه على النظافه، على الايدين، على المسافه بين شخص لشخص، لانه الفيروس سوف يستمر انه يكون بيننا. وفي بعدين الخوف من الاصابه الرجعه، وانا اتحدث عليها في الايام الاخيره، والخوف في الصين انه لما يفتحوا الحدود يرجعوا من دول ثانيه وبسبب الكورونا فيروس. وفي نفس الوقت لازم ايطاليا تستمر في اعلان نسبة اللي بتعافوا وشو أسباب العلاج المهم. أنا بالنسبة لي كباحث في الجامعة ومعلم في الجامعة، لما أدرس الأطباء بقول لهم شو الإشي الإيجابي قبل الإشي السلبي. لازم نستمر في كلام عن الأشياء الإيجابية، عن الأشياء الأرقام اللي غير مضخم فيها زي في العالم بالنسبة، نعم، لرقم لإعطاء بعض الأمل ربما. شكرا جزيلا لك بروفيسور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء العرب في إيطاليا، وأشكر من القاهرة الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، وأشكر أيضا من برشلونة الصحفي زياد حيدر.